ما حكم التشكيك في أحاديث المهدي؟ التشكيك بظهور المهدي، يعني الأحاديث الوردت في المهدي يا سيد يا شربيني ليس فيها حديث في الصحاح صريح، إلا حديث كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، هذا في صحيح مسلم، فإن نزلناه على المهدي. والأحاديث الأخرى فيها كلام، إلا حديث أو حديثين مثل حديث لا ينقضي الزمان حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا.